مرحبا بكم، اهلا وسهلا، رجعنا لكم بعد موجز لاهم واخر الاخبار. موجز ال11 ودرجين بالضبط على راديو ميد على 104.1. تابعونا وتسمعونا، وبتبيعه قبيله كنا حكينا على التوريزم، قلنا باش نحكيوا على السياحه مع مندوب السياحه في القيروان، و100% توريزم بتبيعه تبدا ب هكا اخبار، من بعد باش نرجعوا في نقطه خاصه للقيروان. الحقيقه قعدنا نتصلوا به كل مره سيد المندوب، ولكن التزاماته اليوم دونك يحاول انه باش ياخذنا في وقت ما يبداش مع بحذاه شكون، والا يعطي في كلمه، والا حاضر في معرض، والا حاجه. دونك قاعدين نحاولوا نتصلوا به. مهدي 100% توريزم مع مهدي حشاني. 100% توريزم، 100% توريزم. زين بحبيت نبدا بالدعاء اليوم بمناسبه المولد النبوي الشريف. اللهم كما طمأنت نبيك ما ودعك ربك وما قاله فلا تدعنا ولا تتركنا وحدنا، واجعل لنا نورا في كل عتمه وتيسيرا لكل عسير وواقعا لكل ما نتمنى، وكما وعدت نبيك بقولك ولسوف يعطيك ربك فترضى، فنسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل. اللهم جبرا لقلوبنا واستجابة لدعائنا، اللهم لا تحبط لنا دعوة تمنتها قلوبنا. اللهم كما هديت نبيك ووجدك ضالا فهدى، فهدنا وكافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرحنا بعد التعب. اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة وهمومنا عابرة ومصائبنا هينة. اللهم بحجم جمال نبيك محمد أرنا جمال القادم في حيواتنا، وحقق لنا ما نتمنى، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا طريقا لقربه. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يعيشك، مرسي مهدي اللي كنتي وكل الناس اللي يسمعوا فينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. دونك 100% توريزم لليوم، فما عنا أخبار متفرقة كما يقولوا من هنا وهناك باش نحكيوا عليها في 100% توريزم لليوم، وننهيوها إن شاء الله إذا كان نتحصلوا على مندوب معنا. معنا جوستومون سيد المندوب، ملا نستقبلوه مع بعضنا. سي مراد علويني، اهلا وسهلا بيك وكل عام وانت حي بخير. مرحبا بكم، مرحبا مستمعي راديو ميد. يعيشك، تحيه ليكم، تحيه سي مهدي. يعيشك معنا مهدي، يعيشك، يعطيك الصحة. سيد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان سي مراد علويني، اليوم نحكي على الأجواء الاحتفالية بالقيروان ومعنى تأثيرها اليوم على القطاع السياحي في القيروان السنة، وممكن حتى تعطينا نظرة للأعوام الجاية. شكرا لكم مع التقديم هذا. احنا اليوم نعيشوا احتفالات المهرجان المولد النبوي في مدينه القيروان، كنتوا معنا مختلف التظاهرات، كنا نطمحوا ان نعملوا رقم قياسي جديد بعد ما وصلنا لمليون 150 الف زائر. اليوم ان شاء الله اليوم العدد بالضبط، سامحني سي مراد، اليوم العدد بالضبط مليون، مازلنا ما عندناش الاحصائيات الكامله، لكن حسب ما عملنا مقارنه بالاعوام الفارطه ان شاء الله نطمحوا باش نفوتوا المليون و200 الف زائر، يمكن نوصل حتى المليون و500 الف زائر بحول الله ان شاء الله. اليوم اللي ميز الدوره وجود الاجانب بحذنا، اليوم دوره دوليه بامتياز، وجود اخواننا اشقائنا من الجزائر، وجود بعض الجنسيات الاخرى من الاسواق الاوروبيه، من الاسواق الامريكيه. يعني الحقيقه وحضروا معنا الاحتفالات وكانوا مستمتعين بالاجواء اللي شافوها. حقيقه مدينه القيروان عاشت عرس ممتاز احتفاء بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله معناتها هذا باش يزيد الدعم، واحنا عملنا عمليه ترويجيه ممتازه بمناسبه مهرجان المولد الشريف بمساهمه وزاره السياحه ديما وطنيه السياحه، وايضا مندوبية السياحه بالقيروان. ان شاء الله هذا باش يتعزز بالزيارات ما بعد مهرجان المولد النبوي الشريف. طبعا تكونوا عندنا معناتها الترويج هذا يعطينا امباكت ممتازه بعد المهرجان، وتوفر كبير للرحلات الجزائريه وايضا السياحه الداخليه. سي مراد باش نجموا نسمعوا بعضنا بالكدي، خاطر فما مشكل نتاع غيزو في البلاصه اللي انت فيها، لو كان هكا تبدل البلاصه وين انت كنت من الاول ترجع نفس البلاصه اللي كنت فيها من الاول باش نجموا نسمعوا بعضنا بالكدي.
اي دونك مهدي اذا كاين باش يتوجه لك بالسؤال تفضل. سي مراد، احنا اليوم نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، وسيد وزير السياحه والصناعات التقليديه السيد محمد معز بالحسين متواجد بالقيروان يعني منذ مساء يوم الجمعه، وكان اشرف على موكب ديني بالجامع الكبير. كنت سمعته في تصريح انه حكى على القيروان وخاصه على السياحه البديله في القيروان، وقال انه فما مشروع مسلك سياحي بعين جلوله الوسلاتيه وهو مشروع متكامل ولازمنا نركزوا عليه. التصريح هذا سمعته سناء وسمعته عام ناول في اكتوبر من نفس الوزير وقت اللي زار القيروان في المولد، يعني نفس التصريح في 2021 في 2022. هل صار تقدم في المشروع هذا متاع الوسلاتيه وعين جلوله، والا مازلنا ننويو ان نخدموا السياحه البديله في احواز قروان؟ خاطر نعرفوا الناس الكل اللي قروان ماهيش جامعه وسيدي صاحبي والفسقيه، لكن عندنا عده مناطق خاصه المعتمديات اللي دايره بالقروان، وتعرفوا التهميش اللي صاير فيها ونسبه البطاله الكبيره، مشاريع سياحيه كيما هكا ما تنجم كان ندخل عليها معناتها حاجات طيبه، سيرتو حاجب العيون، حفوز، حمام ترز، سيدي معمر، سيدي إبراهيم الزهار اللي معروفين بالعيون الطبيعية، بالحمامات. علاش ما نحكيوش على سياحة استشفائية فيهم؟ وعلاش ما نحكيوش كما قلنا على توريزم ألترناتيف وإلا سياحة بديلة في المناطق هذه الكل، وما نبقاوش نحكيو كهو؟ لكن هل فما جديد في المشروع هذا في المسلك السياحي اللي حكى عليه سيد الوزير منذ سنة وعاود حكى عليه السنة كي هبط القروان؟ شكرا سي مهدي على تقديم هذا، وهذا مش غريب عليك كدليل سياحي وطني محترف. الحقيقة عطيت دي ديتاي على السياحة البديلة في مدينة القيروان، يعطيك صحة تقديمها، لكن أيضا حبيت كأنه فما تقدم في موضوع معناتها إنجاز المسلك السياحي هذايا. كنا معناتها حضرنا الجيد كارج معناتها الملف نتاع طلبات العروض وحلناه السيد وزير السياحة. تعرفوا اللي القرار اللي جاء به 2017 للمجلس الوزير المضيق اللي تم في مدينة القيروان أعطانا 1000 يعني مليون دينار لإنجاز دراسات، وعشرين مليون دينار لتنفيذ مخرجات الدراسة. المليون دينار للأسف كانوا في إطار ميزانية تكميلية، بعثنا الدوسي مع وزارة المالية، للأسف إلى حد الآن معناتها مازلنا نحصلناش على الاعتمادات، لكن احنا خطرنا روحنا كوزارة السياحة بمجرد توفر الاعتمادات باش نقوم بالدراسات وإن شاء الله نطلقوا فيه، لكن ما بقيناش كاتبين يدينا، احنا قاعدين نلوز على ممول. دخلنا البرنامج هذا ضمن برنامج تونيزيا، وخرجنا في أبيل كونديزاتور في ثلاثة مشاريع سياحية إن شاء الله كبرى، باش يتم التصويت على مشروع نبداو به وإن شاء الله بقية ستأتي. وأيضا السيد الوزير كان دخل أيضا مع شيش كونتاكت، لأنهم خدموا كما تعرف في مهدي هم يخدموا بالبيع على جي بي يو، على جي بي يو معناتها يعني الترويج لمعناتها الوجهات، لكن قبل الترويج باش يكون فما معناتها إنجاز مسالك وتهيئة الفضاء المناسب لاستقبال الزوار والرحلات السياحية المؤشرة. قلنا ايضا فما امكانيه نبداو بمسلك مصغر نبداو به وننطلقوا معناتها في معناتها الرحله السياحيه في اتجاه المناطق هما عين جلوله والثلاثيه، لما لا نبداو بمسلك واحد في انتظار معناتها استكمال بقيه المسالك. كما كنت تحكي عن السياحه في الغوار الجيولوجي في الثلاثيه، عن الكافيتي نتاع التنفيور بيستر يعني نتاع صور الانسان ما قبل التاريخ، يعني هي المنطقه الثلاثيه ومنطقه القيروان مهد الحضارات، عندها تصور من 7000 سنة الميلاد إلى يعني الحقبة القديمة حتى قبل التاريخ. هذه معناتها إن شاء الله تعزز في مسلك ولا جوز في جولة وثلاثية، نلقاو معناتها مجرد نلقاو تمويل لازم معالي بريكوشون إن شاء الله باش نتحدث فيه بحول ذلك. دونك السيد الوزير حاط معنا على الموضوع هذا، إن شاء الله معناتها التصويت على تلك الكونديزاتور ينجم يعطي إنجاز مسلك سياحي في جولة وثلاثية، كما ينجم يعطي معناتها تحسين المسلك السياحي داخل المدينه العتيقه، ومعناتها معناتها ترميم سوق الصناعه التقليديه اللي فيه كوان من بعض المشاكل في ايجاد الفضاءات المناسبه للحرفيين. يعني هذا ولا هذا هو المشروع اللي باش نطلقوا به، يكون معناتها كله يشمل مدينه القيروان، وان شاء الله معناتها يتعزز في الايام القادمه. احنا كل سي مراد احنا كل عام نشوفوا تقريبا نفس الـ معناها الـ الاجواء الاحتفاليه هذه، معناها نفسها اللي تتعاود مع المعارض، مع مسابقه الطبخ، مع مسابقه طهي العصيده وغيره. اليوم نطمحوا اما اين الاوان جوستمون نسالوا السؤال هذايا، انه اليوم السياحه في القيروان تتطور اكثر من هكا في وقت كما المولد النبوي الشريف، ونستغلوها بالكدي بالكدي، نستغلوها مليح مليح مليح. فعلا احنا في مدينه القيروان المهرجانات يعني تعطي انطباع مميز للزائرين، هذاك علاش نخمو نعملوا مهرجان ثاني
يثمن الاكلات التقليديه والصناعات التقليديه يكون يحبوا الطبيع ما يحبوش مهرجان برام بشبشه يحبوا نركزوا المجهود على مع التكوين مهرجان اخر في الربيع يكون في مستوى معناتها حجم مهرجان مونتي نابو الشريف ويكون في معناتها مهرجان التسوق مهرجان الصناعه التقليديه مهرجان الاكلات التقليديه ايضا احنا في سعي لادراج معناتها تنويع العرض السياحي مع جهيزات في اطار المشروع تونس وجهتنا القيروان مش تكون فيها معناتها جزء من الروس السينماتوغرافي معناتها تم تمثيل فيلم انديانا جونز كما تعرفوا وسي معناتها بدينا نخدم فيه باش يكون معناتها في الايام القادمه يعني تشكيل المكتب هذا ايضا احنا قيروان باش يكون فما مكتب للباتريمون مونديال يعني من ضمن المصنف من عند يونسكو قيروان تعطوها مصنف من عام 1988 كتراث عالمي عند يونسكو باش يكون فما تشكيل اخر هذا هو تنويع العرض اللي باش يحكينا ان شاء الله نحكي هنا نحكي كذلك السيد المندوب نحكي هنا كذلك حتى على طاقة الاستيعاب يظهر لي تنجم تكون أكثر الغرف اللي تنجم تكون متاحة وغيره من الديتاي هذوما اللي مهمين لأنه اليوم فما ناس سيد فما أشكال في القروين وسي مراد يمكن يعرف حتى أكثر منا في البنية التحتية وفي النزل زاد يعني فماش عدد كبير متاع نزل في مدينة القيروان وهذا اللي يخليها ما تنجمش تستقطب عدد كبير من الزائرين اللي يحبوا يقضيوا ليلة أو ليلتين أو أكثر في القيروان بالضبط هذا هو الاعتماد هو الحاجات اللي تسوي واللي فما مدروس سياحة تنوع ان شاء الله باش يتم تكميل تفصيل الاغراض ايضا هذا يعطينا دفع للاستثمار في مدينه القيروان احنا كنا في زياره مع السيد وزير السياحه وتم زياره ثلاثه مشاريع سياحيه تقريبا جاهزه ان شاء الله في انتظار معناتها الاستعادة على اللجنه التقنيه ان شاء الله تكون فما تكفيل المشاريع السياحيه بتعزيز طاقه الايواء البديل في مدينه القيروان يعني تكون فما دي شامبر دو فما دي زيل دو شارم ولا حتى ايضا نزل تبع النجوم ان شاء الله شكرا ليك يعطيك الصحه تفضل احنا فعلا مدينه القيروان مليون و150 الف زائر في المجموعه أي. الصوت الصوت سي مراد الصوت سي مراد بربي حاول هكا تقعد في بلاصه نجم فيها غيزو طاقه الايواء ضعيفه في مدينه القيروان اي هذاك علاش قلنا النجم حتى يولي مهرجان مهرجان اقليمي وليس مهرجان يعني جهوي فقط حبوا يولي مهرجان اقليمي حتى النقاش في مدينه القيروان ينجم يتوجه للمحافظات السياحيه في سلطه التسجيل في الحمامات في البلدان المجاوره لمدينه القيروان تولي فما انتعاشه اقليميه كامله ان شاء الله ان شاء الله نشكروك نعرف نعتذر حتى على الكاليتي نتاع الصوت لانه نعرف ما عندكش غيزو سيد المندوب لكن نشكروك على مداخلتك معنا لليوم ونعرف اللي عندك زاد التزامات شكرا لك سي مراد على مداخلتك معنا اليوم على راديو ميد المندوب الجهوي للسياحه بالقيروان مهدي مشكور كان معنا في المباشر ونعرفوا لليوم سيد الوزير معتقد يقوم بزيارات في القيروان وعندهم برنامج عمل كامل يقوموا به لكن نعرفوا الناس الكل زادة من أبرز ما تم جاي في التصريح متاعه أنه باش يقع العمل على المسلك السياحي الجديد هذا اللي في منطقة الوسلاتية إن شاء الله نمروا للأنباس الأكسيون معتها كما نقولوها المشروع إن شاء الله يشوف النور لأنه بالحق جهة هذه زينب الوسلاتية حجب العيون عين جلول حفوز مناطق يعني تستحق العناية لازم تعرفوا الهجرة الغير شرعية اللي قاعدين نشوفوا فيها برشا شباب من جهات الداخلية قاعدين يخرجوا خاطر ما همش لاقين الشغل ما همش لاقين معناتها ظروف عايش طيبة احنا بمشاريع سياحية كيما هكا وإلا ببعث مسالك سياحية في مناطق كيما هكا اللي عندها المقاومات الكل معناتها احنا نهلين نحكيو على عيون متاع ماء طبيعية معناتها وتعرفوا الناس الكل اللي في العالم في مناطق اللي تكون فيها هكا اللي سوخ دو تيرمال معناتها كيفاش نستغلوهم في تونس قاعدة تكونش فما قربس شوية حمام بورقيبة جبل الوسط لكن حتى المناطق هذية مش مستغلينها سياحيا كما يجب تو القروين كيف كيف عندها نفس المقاومات لازمنا نخدموا عليهم فما مناطق أثرية زادة موجودة في الجهة لازم نخدموا عليهم مش الوزارة كهو احنا كانت فرصة بما أن حكينا مع المندوب الجهوي لوزارة السياحة لكن كيف كيف زادة حتى البريفي معناتها حتى وكالات الأسفار الفنادق سورتو وكالات الأسفار وليزاجون دو فواياج لازمهم هما يدخلوا في البرامج نتاعهم سياحية زيارات للمناطق هذه ما يقعدوش يمشيوا القروين للجامع الكبير الفسقية سيدي صحبي وكهو يتعداو بعد للجنوب ولا يرجعوا الحامات لازمهم يمشيوا للمناطق هذه الجديدة وللمسالك السياحية الجديدة صحيح الوزارة تهيئ لك البنية التحتية وتعمل لك المسلك السياحي ما انت كوكالة أسفار وإلا كدليل سياحي لازم تخلق تهز الحرفة متاعك للأجانب اللي معك للمنطقة هذه وتخلق البرودوي معناتها غادي المنتوج السياحي وهذا زاد تعقيبا على كلامك ولا زاد
كيف كيف ندعم كلامك بعنوان دار برشا هو ترويجا للسياحة في القيروان. زاروا كان الفسقية والجامعة الكبيرة اللي هما لاعبات التنس اللي كانوا مشاركات في دورة المنستير، كانوا في زيارة للقيروان وشفناهم قلنا قبيلة حكينا اون فلاش ميتا ويكا خلينا نحكيو بالكدا، لأنه مهم برشا أنه معناها كيف يجيو بحذينا ضيوف أجانب سيرتو معناتها هذية توا لاعبات التنس اللي جاوا لتونس في إطار حملة ترويجية معناتها هو الديوان الوطني التونسي للسياحة وخاصة المندوبية الجهوية للسياحة بجهة المنستير، بما أنهم هما كانوا مقيمين في المنستير باش يشاركوا في الدورة اللي نظمتها تونس للتنس. معناتها وجهوا لهم الدعوة أنهم يزوروا الجم قروان، كي مشاو القروان كيما قلت وين خذاوهم للجامع الكبير للفسقية نفس المناطق، قعدنا معناتها من الستينات ندوروا في نفس السيركوي، اليوم ماذا بينا نخرجوا شوية ونمشيو لمناطق أخرى اللي لازم نحطوا عليها الضوء معناتها وقيت. نحكي وزاد على انتخاب مجلس إدارة جديد باش نحاول نكمل الأخبار متاعنا بسرعة باش نكملوا الفقرات. صحيح، يعني الجامعة المهنية المشتركة للسياحة كانت انتخبت في آخر الأسبوع الفارط مجلس إدارة جديد يترأسه السيد عماد لاغا، معاه كل من آمنة شيخ روحه كنائب رئيس، أحمد دبي نائب رئيس، هشام العابد كاتب عام، حاتم المجلسي أمين مال. هذا المكتب باش يكون عنده مدة نيابية لثلاث سنوات يعني حتى 2025، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة يكون معنا رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة ويعطينا برنامج العمل متاعهم وأهم الأهداف اللي باش يخدموا عليها في الثلاث سنوات القادمة. كيف كيف نرجع القروان مرة أخرى، حكينا له السيد وزير السياحة كان قام بزيارة البارح وما زالت تتواصل حتى لليوم، زار الجامعة الكبير وقاعد زاد كيف كيف يزور في بعض المشاريع السياحية اللي منها دي ميزون دوت، هذه ديار الضيافة اللي توا توندونس ولات في عدة مناطق في تونس باش يقع تدشينها في الأسابيع القادمة، وذا ما ينجم كان يبشر أهالينا في القيروان خاطر حكينا على المشكل متاع طاقة استيعاب النزول، كي نلقاو توا دي ميزون دوت قاعدة باش تحل في المستقبل معناتها هكاك يشجع وكالات الأسفار أنها تتوجه وتولي تعدي ليلة وتعدي ليلتين في قروان، ما تعملش كان لو باساج معناتها لو توريزم دو باساج اللي تعمل فيزيت وإلا زيارة وتواصل من بعد نحو مناطق أخرى. احنا ماذا بينا السائح نشدوه أكثر ما يلزم في كل مدينة وهكاك تستنفع به المدينة ذيك والحركة الاقتصادية متاحة تنتعش في الجهة. الأخبار الآخر اللي عنا زاد نرجع كيف كيف للنشاط الوزاري في وسط الأسبوع، نهار الأربعاء كان استقبل السيد وزير السياحة وفد من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة يترأسهم السيد أحمد بالطيب رئيس الجامعة، وكانوا أحكيوا على أهم نشاطات الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، ونعرفوا اللي كيف كيف الهيئة المديرة تعتبر هيئة جديدة يعني زاد وقع انتخابها منذ بضعة أشهر، وتحدث معهم سيرتو على المعرض تونس الدولي للعمرة اللي هي الدورة الأولى اللي صارت السنة من تنظيم الفتاف من تنظيم الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، لقت نجاح كبير الدورة هذه بمشاركة عدة وكالات أسفار تونسية ووكالات أسفار من المملكة العربية السعودية، وتعرفوا العمرة كانت متوقفة يعني نظرا للظرف الصحي اللي مر به العالم الكل واللي رجعت السنة، وإن شاء الله يعني بعد المعرض هذايا نشوفوا إقبال كبير من التوانسة على العمرة وعلى الحج، بالطبيعة ديما نقولوا لهم يردوا بالهم وما يمشيوا كان مع وكالة أسفار معتمدة، خاطر توا قاعدين نشوفوا في الريسوسيو في اللي باج فيسبوك برشا عباد ساعات يقدموا أنفسهم على أنهم وكالة أسفار يكونوا في غالب الأحيان دي سوسيتي سيرفيس مكاتب خدمات ساعات حتى فرق كبير ما بين هذا وهذا طبيعيين فوالا فما قضية معروفة كثير برشا سيانيس كيفاش عطينا ربي نوع من القضايا اللي نجم في 2013 فما ناس تقدمت عن طريق شخصه من الولاية هذه زعمه هو يعرف السعودية ومشي حج قشمر واللي يمشي اللي هو هو اللي ينظم أكثر معناه يعمل برشا ناس هكاك باش ياخذوا كيفاش يمشيوا للحج يمشي ياخذ لهم هو معناه تصريح ولا للدخول من الحج من بلاد أخرى إفريقية البلاد الإفريقية مسلمة يعطيهم كوتا متاع ماشيين الحج ياخذوا لهم الكوتا متاعهم هما ويدخلوا بها حدود توانسة وقع إيقاف مجموعة كبيرة من الأشخاص وناس معناها ضربت في فلوس معناها ملايين فلوسها تمشي فلوسهم يمشي من جاو ماشيين من المطار شدوهم فهم شدوهم من هنا وفهم شدوهم في مطار خاطر يحصل هو خاطر يمشيوا من هنا ما ينجموش يمشيوا من هنا للحج ديريكت في قبيل يمشيوا منا لتركيا لاسطنبول ومن اسطنبول يمشيوا للحج بفيزا متاع أشخاص مسلمين لكن من وين
ينجم يكون الحاج ما عنده حتى فكره على الاغلاق هذه. حتى فكره هو بيها. هو ما عنده وطن نجيب لك الفيزا ما كيفاش هي بالقرعه في تونس فما ما كوتا معين. فما بلدان افريقيه عندهم زاد الكوتا هذيك كوتا معينه يبيعوهم. فهمت ياخذوا وقعدوا ناس اعتصمت في المطار حجاج معناها بالمئات اعتصموا مساكن جاو خارجين شدوهم معناها ولكن هم جالسين يلقاو الباسبور معناها واحد دافع 10 ولا 15 مليون يمشي في فيزا من بلد افريقي الفيزا هذه من بلد افريقي مسلم وهو عمره ما مشى للبلاد هذيك والقضية منشورة في المحكمة الابتدائية في تونس كنت شخصيا من وصدر فيهم قرار معناها حكم قصدي فما ناس توقفت وصدر فيهم حكم فما ناس توقفت معناها بحكم يمكن هو معناها يراو رواحهم انهم يقوموا بعمل يردوا بين ملا هيك علاش زينب ديما ننبهوا العباد نقولوا لهم يردوا بينهم قبل ما يدفعوا فلوسهم تحكي لهم على 10 و15 مليون لازمنا نثبتوا في وكاله الاسفار هذه معتمده ولا عندها ليسونس عندها لاجريمون سهله الحكايه مش صعيبه راي في كل منطقه فما مندوبيه جهويه للسياحه مثلا في نابل في تونس في القروان في اي ولايه يعني نلقاوهم نتوجهوا للمندوبيه نعطيهم اسم الوكاله اللي لقيناه مثلا في الباج فيسبوك والا كان عرضتنا ويثبت لك يقول لك موجوده معناتها في السجل التجاري مسجله معتمده عندها الاوراق اللازمه نتاعها والا لا ما نعطيوش فلوسنا ونمشي ومن بعد هاك تشوف شنو اللي نجم يصير كانت تفكروا حتى عام 2018 في كاس العالم اللي تنظمت في روسيا فما وقتها توانسه مشاو زاد كيف كيف على اساس رحله سياحيه باش يتبعوا مباريات المنتخب في روسيا خلطوا للمطار غادي ما لقاوش حاجز في الاوتيل ما لقاوش تساكر نتاع الماتشوات القادم طايشين في المطار خذتهم وقتها سفاره تونسيه في موسكو تكفلت بهم وهي اللي روحت بهم لتونس ما تسيد قصلهم يكون شي تسكر نتاع لاليه كهو فهمت شوف شنو اللي صار لهم ردوا بالنا توا واحنا قادمين على كاس عالم في قطر وبرشا وكالات اسفار بدات تخدم عليها زاد كيف صحيح. كيف ديما قبل ما نعطيو الفلوس نثبتوا مع شكون نتعاملوا وكاله اسفار دليل سياحي كيف كيف لازم عنده بطاقه الاعتماد نتاعو كي نمشيو لاي بلاصه حتى لي ميزون دوت زاد ان شاء الله تجينا الوقت في مناسبه قادمه ونحكيوا عليهم برشا دي ميزون دوت راهم ما عندهمش ترخيص وصارت فيهم مشاكل وجرائم قتل وقت نحكيوها في مناسبات اخرى الله هذه كانت 100% توريزم لليوم انتم مواصلين معنا بعد شويه نرجعوا لكم مع الزابينغ باش يكون حمزه في الزابينغ والله يستر مش يقدم لنا حمزه